وقلنا ان الدولة التي تملك سلاح الخبز، الدولة التي تملك الدقيق، الدولة التي تصدر الخبز او تصدر الدقيق تملك اسلحة اقوى من الاسلحة النووية. ليه؟ لانها لو منعت هذا السلاح عن الدول، الدول دي تتحول الى فوضى وتتحرق فورا. ليه اوصل نفسي لهذا؟ ليه اوصل نفسي لهذا وانا اراضي خصبة وانا عندي شعب طول عمره على مدى 5000 او 7000 سنة بيزرع ويعلم الدنيا كلها الزراعة؟ هل يا ترى بعد 5000 او 7000 سنة زراعة اجي في الاخر واستورد محاصيل من حد؟ يعني هذا ما لا نرضاه ابدا.